يا عجوز حضري لي وهات من الجزالة هات البيوت انت نومس علي لقالة والله اللي ما تدر والعذر ما له مجال والقريحة في زفافة تبث رسالة يا عجوز حضري لي وهات من الجزالة انت نوم اسعلي لا قالها والله اللي ما تدر والعذر ما له مجال والقريحة في زفافة تبث رسالها والله ان اليوم هذا ما هو مثل الليال نلت فيها زفافة كفان هلالها مرحبا عند ابن هدبة حميدين الخصال مرحبا ترحيبة علي من زالها باسم محمد بكر شيلات الفرح.